السلام عليكم، كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. اليوم فيديو جديده في كاريفور، غادي نشارك معكم التخفيضات اللي عاملين هاد الايام هادي، ولا الرباخات كذلك اللي عاملين في الحوايج وفي بزاف ديال الحاجات. المهم، اول حاجه هنايا بالنسبه لهادو غير الجديد اللي دخلوا، بغيت نوريه لكم وصافي. وعاملين بروموسيون بالنسبه لتريسبوردوس بزاف ديال الحاجات، فحال هاد فيلادلفيا كتزيد كتدي 3 بالثمن ديال 3، وحده كديها نقولوا فابور، يعني 3 بثمن ديال الدوس. بالنسبه لهنايا عاملين دوس بورونو كتدي 2 بثمن ديال 1، يعني كتدي وحده بطل. كما كتشوفوا هادو الصابانات اغلبيه دابا عاملين هادشي ديال صابانات وديال فحال مانطات، ديك الرقاقين ديال الفراش حتى هما مناقصين لهم. وعاملين هنايا كما كتشوفوا سارتينيس ولا المقلات على حساب هاد الماركه هادي، المهم مشهوره بالنسبه للطناجر وكل شيء. كما كتشوفوا طنجرات 15، هادو عاملين لهم 11، والاثمنه ديالهم مناسبه، وحتى الكولوريس عاملين كولوريس بحال طناجر بحال المقلات، يعني كيجيو مع بعضيتهم. وكاينين هادو الصغارين ب 8 ديال الاورو كما كتشوفوا، وبالنسبه لهنايا هادو كيكونوا هاد المنطات هادو غلاطين شي شويش، حتى هما عاملين ندوس بورونو، هادو غلاطين كما كتشوفوا. كتجي هادو صابانات وهادو غلاطين، هادو 26 الاورو وهادو كيجيو 39، وفيهم هاد اللوينات اللي كتشوفوهم هنايا، هادو يمكن اولتيماسوني داديس بالنسبه لدابا لهاد الشتا هادي وصافي. بالنسبه للحويجات عاملين هنايا 7 الاورو هاد الكاميسيطات اولا هاد القميجات، هادو التو ديالهم مزيون بزاف وفيهم اللوينات كما كتشوفوا، كيجيو مريحين في اللبسه ومبردين، ماشي زعما الشتا ولكن ديال الربيع والصيف، والثوب ديالهم مزيون بزاف. بالنسبه للثمن كما قلت لكم 7 الاورو، ومخفضين في بزاف ديال الحوايج، وكانوا بتسعود، كنظن كانوا بتسعود، الثمن ديالهم كان بتسعود. وكذلك منقصين في الحوايج الملابس الداخليه كما كتشوفوا، هاد الباك ديال براغيتاس ب 3 الاورو 99، عندهم هاد الشكل هذا، وكاين واحد الشكل اخر ديال شنو سميتها ديال بحال ديال القطن كما كتشوفوا، هادو مزيونين بزاف، اللوينات فيهم الغوز والبياض والجري. بالنسبه للملابس الداخليه منقصين بزاف، يعني في بزاف ديال الحاجات، هادو 3 الاورو 99، يعني كانوا كيعملوا 8 الاورو، والكاليدات ديالهم عن تجربه كتخرج مزيونه. هنايا الكاميرا كتضبب، بغيت نوريه لكم مزيان كيفاش عاملين، صراحه مزيونين، انا عجبوني هادو وبالتجربه كما قلت لكم. وهنايا بالنسبه للملابس كاملين الداخليه سوخيتا دوريس وهادي راهم ناقصين فيهم حتى هما. هنايا كتشوفوا الضوء عندهم بزاف، هادو 2 اورو 49 كانوا ب 5 الاورو. وبالنسبه للكسيوات وبالنسبه بزاف ديال البياسات اخرين اللي كنت شفتهم شحال هادي باقي ما حطوهمش، هادو عاملين لهم 9 الاورو، هذا قميجات هادو كانوا ب 12 كيجيو طويولين، وكاين حتى الخراسه كيجيو طوالين حتى هما مناقصين فيهم، هادي كتجي طويله في هذيك الوريدات. وكاين شكالات اخرين، وكاين حتى حسبيين، هاد البلاصه هادي مخلطين فيها، يعني عاملين فيها غير ديك الكساوي اللي كيجيو طوالين كما قلت لكم 8 الاورو 99. وبالنسبه لهادو كيجيو بحال خراسه سخانين شي شويه، غير ما كيبانش بزاف بالضو، نفس الثمن اصلا هما غير باش تشوفوا وصافي. هادو كيجيو عاوتاني بحال قميجات، المهم تقريبا هادشي كامل مخفضين فيهم، وكاينين حتى هادو عاوتاني مخفضين فيهم كيجيو كيعملوا هادو 20 الاورو كانوا 25، حق كيجيو طويولين وكيجيو واسعين، كيجيو اكس لارج، كيجيو واسعين الشكل ديالهم بحال الحوايج اللي خرجوا دابا، كيجيو واسعين الريبيكا وصافي، بحق مزيون عجبتني ستيل ديالها. بالنسبه كما قلت لكم بالنسبه للابريغوس شي مناقصين فيه، الحاجات اللي بغيتها انا ما مناقصينش فيها، هذا كان كيعمل 29، وانتم كتشوفوا الضو ما كيبينش مزيان، ردو 25، يعني مناقصين شي مقصير 4 ديال الاورو، هذا كاع ما مناقصين فيه، مناقصين في واحد غنوريه لكم دابا، هذا ثقيل بزاف، هذا نوريه لكم شو كيفاش عامل،
كان بتعودو 30 ردوه 27 و90. غليظ وتقيل. اللون غير في البيج، فيه غير لون في البيج صافي، ما فيهش كيجي شكل ديال الويده مزيون. المهم هادو كيعملوا 11 الاورو 99. بالنسبه لهادو كساوي طوالين كما كتشوفوا، كاينين هادو اللي كيجيو بحال الخرسي وهما طوالين. نوريكم كيفاش عامل، فيه الكري وفيه الكحل، هما كيجيو طوالين. شوف شحال مزيونين صراحه. مع شي جيلي هيدا دابا في الشتا، شي جيلي في الكحل ومع شي بوطه سيجي مزيون. شوف الشكل ديالهم مزيونين. وكاينين حتى هادوك ديال اللي كيعملوهما في شنو سميتها، في ديال السهره اللي كانوا يخرجوهم في راس العام، تاهما منقصين فيهم، داغي نقصوا فيهم. كاينه هادي ديال النمر حتى هي. المهم هادي بياسه اللي كانت تما. ودابا غادي ندوزو للتخفيضات الاخرى ديال الكاميسيطات. جوج ديال الاورو عاملين هاد الكاميسيطات ديال مانغا لارغا وكورتا، وهادو اللي كيجيو ديال هادو اصلا ما فيهمش، ما كاينش بزاف، اغلبيه كاميسيطات اخرين. بالنسبه لهادو اللي كنت صورت معكم شحال، هادو اللي كنت ديت منهم كنت رديت واحده بيجامه من هادو كنت ديتها ب 12 الاورو، ردوهم دابا ب 11.99. كنت رديتها غير بس هما مزيونين ماشي خايبين، ولكن رديتها غير ما عندهاش شي جباده من تحت. نتوما كتعرفوا بالنسبه للعواو صغارين ضروري خصها تكون مزيرين من تحت باش ما كيبرطوهمش كيبقاوش يصطموا عليهم. فصراحه هادو مزيونين بزاف، هادو كانوا ب 15 ردوهم 12 كما كتشوفوا، وكاليداد واعره. ولكن بالنسبه لي ديت الذكور هادوك مزيونين، هادو كيكونوا مزيونين. كاينين هادو عاوتاني دبنيتات 9 الاورو، وكاينين سريولات وراه كانوا ب 18، يعني كان الثمن ديالهم يعني زايد وراه نقصوا فيهم وما بقاوش بزاف، راه طاروا بهم الناس. وصافي هادشي اللي كاين في الاتجاه هذا. هنايا هادو غير كاميسي ديك هادو ديال النعاس، او هادو اللي كيجيو حتى هما بحال بيجامات بحال سوداديرات. بالنسبه للرجال حتى هما شوفوا هادشي اللي بقى، هاد البلاصه خاويه 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 ديال بيجامات الرجال. وهادو حتى هما كيديوهم بزاف بزاف، كيسخنوا مزيونين حتى هما ما بقاوش فيهم بزاف كما كتشوفوا داك البياسات. هنايا بالنسبه للبوطات كانوا ب 29 حتى هما ناقصهم فيهم. هادو الشكالات اللي كاينين كما كتشوفوا راه واضحين في الفيديو، وحتى الثمن واضح. بعض المرات كيكون الثمن واضح وبعض البنات كيقولوا لي ما كتقولش الثمن. كيفاش غنقول انا الثمن؟ هو الثمن راه كيبان في الفيديو، يعني ما يمكنش نقول ثمن الحاجه وهي مكتوبه، يعني باينه كما كانت شي باينه غادي نقدر نقولها، ولكن هو باين كل حاجه وثمنها. بالنسبه لهذا 11 الاورو 99، وبالنسبه للاخرين كما قلت لكم 20. صافي هذو هما الاثمنه اللي كاينين. المهم كاين اللي طالع كاين اللي عاود. بالنسبه لهذو كانوا ب 15 كيف ما كتشوفوا، فيه الغوز وفيه هاد القهوي، وردهم 7 الاورو و49، وباقي في منهم بزاف. فيهم بحال هذاك الخضيدر، وفيهم وقيله الزيتي، وفيهم هاد الماغو، وفيهم الروسا. هادو هما اللوينات اللي فيهم، وباقي عندهم موجودين هادوك. صراحه تخفيضات مزيونين. بالنسبه للسبردينات عاوتاني كذلك مناقصين فيهم، عاملين 7 الاورو و99، وكاينين هادوك راه هما اللي فيهم النقري ب 15. انا كنحاول نوري لكم كلشي، يعني طبعا الحال ما نقدرش نوري لكم كلشي كلشي، ولكن كنحاول نوري لكم بعض الحاجات اللي تقدروا تعجبوكم. المهم هادو بالنسبه لهنا 5 ديال الاورو، هادو غير بايلارينات عاديين وصافي كيصلحوا للصيف، والحق مزيونين، الثمن ديالهم كيبقى مناسب. هيدا كتدخلهم في رجلك اذا كنتي مزروبه ولا شي حاجه، فتا هما مزيونين. هنايا بالنسبه لهادو حتى هما عجبوني، عاملين 7 الاورو 99، كانوا 15 كما كتشوفوا، حتى هو الشكل ديالهم مزيون فيه ديك بوربولينا. وكاينين دوك التحتانيين ب 11.99، وراه كاين بزاف. وهذوك اللي قدامهم راهما 7 الاورو 99، هذوك في الكحل حتى هما مخفضين فيهم كما كتشوفوا. هادو بالنسبه للعواول راه باينين ديال العواول، وراه عاملين 50%، يعني التخفيضات راه 50%. دابا غنوريكم شي دبياسات في اخر ديال الفيديو اللي رخاصين بزاف. هما هاد السوداديرات هادو اللي عجبوني حتى هما، الثمن ديالهم مناسب وفيهم طايات يعني كبارين، مثلا هادي الطايه 6 سنين الفوق،
هكا تعمل 3 د الاورو صراحه الثوب ديالها مزيون بزاف. المهم راه هادشي موجود وتقدروا تمشيو وتجبروا، راه تبارك الله الدنيا عامره بهاد الحوايج. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، تلقاو فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.